أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. السائلة أم نواف من مكة تقول: فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عن أسئلتي. أولها هو أن زوجي لا يحافظ على الصلاة ولا يؤديها في وقتها ولا يصلي في المسجد، تقول: وهو غير تارك لها، وإذا قلت له أنت لا تصلي أو سألته هل صليت يقول أنا لا أصلي لك، وأنا خائفة جدا أن يعاقبني الله على أن أعيش معه وأكل من ماله، وأخاف أن لا تقبل عبادتي، فهل علي ذنب في تصرفاته؟ وإن علما أنه يدخن أيضا وأنا معه في قلق دائم أخاطب نفسي هل أنا على حق أم على باطل؟ أرجو منكم الجواب الشافي، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا على هذه الغيرة والحرص على أمور دينك والحرص على نجاتك ونجاة زوجك من غضب الله. إذا كان هذا الزوج يصلي لكنه لا يصلي مع الجماعة، هذا قد ترك واجبا، لأن صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز له تركها إلا لعذر شرعي، فعليك بمناصحته أن يصلي مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، وهذا من تفسير الراوي. وفي الأثر: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وجاء رجل أعمى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لما يجد من المشقة بحضوره إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فلو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حضر. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فأبلغيه بهذه النصوص لعل الله أن يهديه ويشرح صدره للمحافظة على صلاة الجماعة، ولا تيأسي من هدايته. أما إذا كان يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يصليها إلا بعد خروج الوقت فإنها لا تقبل منه. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكره، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا في الناس والذي غلبه النوم ولم يكن من عادته أنه يترك الصلاة لكن غلبه النوم، هذا معذور لكن يبادر بالصلاة من حين يزول عذره. أما المتعمد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه يقضي، بل إنما خص ذلك بالناس والناس. أما المتعمد فإنه وإن قضاها فإنها لا تقبل منه إلا إذا كان تاب إلى الله عز وجل، إذا كان تاب إلى الله وندم وقضاها إنها تقبل منه لأن التوبة تجب ما قبلها. أما إذا كان يستمر على أنه ما يصلي إلا بعد الوقت فهذا لا تقبل صلاته ووجودها كعدمها. وعلى كل حال فعليك بالصبر والاحتساب ومواصلة النصيحة لهذا الزوج بمحافظة على الصلاة مع الجماعة، وكرر ذلك عليه لعل الله أن يمن عليه بالتوبة وقبول النصيح، ولا تيأسي من هداية واستمري معه. وكذلك في صحيح عن شرب الدخان لأنه خبيث ومضر ومحرم، لأنه لا فائدة فيه بل فيه أضرار كثيرة، يجب عليه أن يتركه طاعة لله ومحافظة على صحته وحياته، لأنه يفضي إلى الهلاك ويفضي إلى أخطار كثيرة. وأيضا الذي يشرب الدخان يتكاسل عن الطاعات ويصاحب الأشرار، فلا خير في تعاطي هذه المادة الخبيثة بل ما فيها إلا الأضرار القبيحة والمهلكة. أنصحيه بترك الدخان محافظة على دينه ومحافظة على بدنه ومحافظة على ماله، لأنه ينفذ المال من غير فائدة. نعم.